الخطر في حزب الحرية والعدالة أنه تنظيم سلفي يستند إلى التجار بالدين وأنه عندما يعتقد أن وصول مرشحه إلى سدة الرئاسة أن الإسلام نفسه قد وصل إلى الحكم أي تفيأ زي ما بيقولوا تفيأ السلطة ومن ثم ان بقى إن, ان نجح محمد مرسي كمرشح لحزب الحريه والعداله فمعارضته ستعني معارضه المشروع الاسلامي معارضته ستعني معارضه حكم الاسلام معارضته ستعني معارضه التطبيق شرع الله وبعدين إن ان جلس لن يقوم ليه لانه قل لي بقى مين من دعاة الإسلام السياسي جلس وقام آيات الله جم وقاعدين في إيران على قلبهم لحد يوم الدين البشير جه وقال انتخابات حرة وبتاع وحاجات زي كده والسودان اتفرتك على ايديه والاقتصاد مات وقاعد ومستعد يقعد حتى لو ما فضلش معاه غير المتر المربع اللي فيه الكرسي لكن قاعد الحماس حماس حماس, تلاميذ المخلصين للاخوان المسلمين نفس الحكايه هو يختلف مع الدكتور محمد تستطيع بعد اربع سنوات لن يحدث عن السلطه مش هيحدث جربت بقى و... وانا بقول لك اهو من دلوقتي